صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب؟ قول الصحيح أن الله أخفاه، وأنت تجتهد في الدعاء بأسماء الله وتختار الاسم المناسب لحاجتك، الاسم المناسب لحاجتك: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا رزاق يا رزاق ارزقني، يا عفو يا غفور اعف عني واغفر لي، وهكذا. ما تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، هذا غير مناسب، هذا غير مناسب. فتختار الاسم المناسب لحالتك وحاجتك وتدعو به. نعم.